هناك يعني شخص كان يعني برتبة وزير تسرب له تسلسل يقول والله يوهموننا بأنهم دولة نحن مجرد عصابة، لأن هناك تجار بيع تحويل المساعدات الغذائية بتعاون وتباطؤ حتى لكي لا نقول تعاون ما بين الجزائر وأيضا جبهة البوليساريو. هذا ما يؤدي إلى أحداث كما شاهدنا قبل قليل في التقرير، إلى حرق محطة للبنزين، إلى حرق شاحنة لتهريب المحروقات صوب موريتانيا. هذا كله يعطي إشارة لأنه لا شيء، البوليساريو لم يعد شيئا سوى مجموعة من المجرمين. ولكن في نفس الوقت يدفعنا للتساؤل، لأن أي حراك شعبي مهما كان لابد له من قيادات ولابد له من داعمين. هذه الحركات المتتالية السياسية هي تقول أنه يا بوليزاريو أنتم طيلة 47 سنة متجمدون في نفس الأسلوب، المغرب يتقدم دبلوماسيا، يحسن المزيد من المكاسب، يقنع المجتمع الدولي بعدالة قضيته، وأيضا المغرب يعني يفتح الكثير من الفرص من أجل أن ينتهي هذا النزاع فعلا. أسعد الله مساكم مشاهدينا الكرام، نحييكم أينما كنتم في حلقة جديدة من ضيفة التحرير. لجأت ما تسمى عناصر أمن البوليساريو إلى إطلاق عيارات نارية في الهواء لتفريق المتظاهرين والذين أشعلوا المنطقة المحيطة بما يطلق عليها أو تطلق عليها الجبهة الانفصالية. وزارة الدفاع برابوني بعد القمع الممنهج للمحتجزين، خاصة التعذيب الذي طال أحد أفراد قبيلة رقيبات. هذا الحدث يدخل في إطار الغليان الذي تشهده المخيمات بتندوف، والذي تفاقم بعد تقرير موثق صدر عن برنامج الأغذية العالمي كشف فضيحة تحويل وبيع المساعدات الإنسانية الموجهة لمخيمات تندوف من قبل الجزائر والبوليساريو. وأمام هذا الوضع المأساوي تعالت الأصوات المطالبة بتفعيل دور المنتظمة الدولي للحد من مأساة المحتجزين في تندوف ووقف تجار الأزمات في الجماعات الانفصالية، ومن خلفها دولة الجزائر التي فوضت صلاحيتها للجبهة وتغض الطرف عن الانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها يوميا في حق المحتجزين. لنتحدث بتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع رحب باسمكم بالمحلل السياسي الدكتور عبد الفتاح نعوم. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا سينوفل، شكرا جزيلا على الاستضافة. أهلا بك. إذن هذا هو الموضوع الرئيس في هذه الحلقة. قبل أن نذهب ونشاهد روبرتاج للزميل نعمة ماء العينين، هل تراها بأنها نتيجة طبيعية للاحتقان الذي تشهده المخيمات وللفشل أيضا العسكري وحتى السياسي للجبهة الانفصالية؟ طبعا طبعا، لأنه كل ما زاد منسوب الفشل الدبلوماسي، الفشل السياسي، الفشل العسكري، كل من كشفت وانفضحت الشعارات التي يطلقونها، كل ما سيزيد منسوب هذه العمليات وهذه الأحداث ومعها ردود الفعل الإجرامية من بوليساريو. لماذا؟ انتظرت سنتين وأنت تتكلم عن أنك خرجت من اتفاق وإطلاق النار، أكثر من 800 بيان عسكري صحيح. كله في فيسبوك، من يوجدون في المخيمات يعني يقارنون، يقولون بوليساريو غير قادر على شيء، لا هو قادر على الحرب مع المغرب، لا هو قادر على أن يطور وأن ينتزع مكاسب دبلوماسية، وفي نفس الوقت يعني يقوم بقمع أي فعالية داخل بوليساريو تريد أن تحرك المياه الراكدة، أن تحدث فجوة في عملية سياسية يمكن أن تنهي المشكلة حقيقة. هذا الواقع هو الذي يجعل أصوات من داخل بوليساريو تحتج ويتزايد ويتعالى صوتها مع مرور الوقت. وبطبيعة الحال القيادة المتكلسة في بوليساريو لا حل لها ولا تجد من حل سهل أمامها سوى حصد المتظاهرين بالرصاص، سوى القتل، القمع، إحراق الأطفال، يعني المزيد من التضييق على يعني المحتجزين في مخيمات تندوف. و مؤسسات الجزائر أو العسكر الجزائري أو الأوصياء الجزائريين على هذه العصابة يقومون بطبيعة الحال بالمزيد من التستر وبالمزيد من مساعدتهم في القمع مباركة حتى، بل أن هناك دائرتان، يعني يخرج مثلا المحتجزون أو من تشرئب أعناقهم نحو فضاءات الحرية، فضاءات البوح، الكلام، الحديث بلغة مغايرة لما هو مألوف لدى البوليساريو، إما تحصدهم رصاص، يحصدهم رصاص مرتزقة الرابوني، إما حينما يتجاوزون تلك الدوائر تحصدهم رصاص الجيش الجزائري. صحيح، تكبير لكل الحريات بما تحمل الكلمة من معنى. وكما قلنا يعني التقرير الأخير الذي خرج عن يعني جهة دولية معروفة فيما يخص المعونات الإنسانية والغذائية خاصة التي تقدم للمحتجزين هناك في مخيمات تندوف، والنهب الذي يطالها والسرقة بالإضافة للتجار بها من طرف الجزائر وأيضا عصابة البوليساريو أدى إلى تفاقم هذه الأوضاع إلى أن وصلت حد الاشتباك أمام ما يسمى وزارة الدفاع هناك في الرابوني. تفاصيل نتابعها في هذا التقرير المفصل للزميل النعمة ماء العينين. بعد قرابة نصف قرن من الحصار والظلم والبطش والسرقة والقتل وتجويع السكان، كسر المحتجزون بمخيمات تندوف حواجز الخوف من قبضة الميليشيات. احتجاجات بمعسكر الداخلة وأخرى بالرابون ومخيم العيون وغيرها،
وهكذا تشهد مخيمات تندوف أكبر وأوسع اضطرابات احتجاجا على فساد وممارسات وتجاوزات ما يسمى بقيادة البوليساريو. هو عهد جديد بمخيمات تندوف غرب الجزائر يسطر بمداد الفخر، وبالمقابل تحاول قيادة الميليشيات احتواء الوضع باللجوء إلى القوة والاعتقال والقمع وضرب النساء والشيوخ والمسنين، بل وصل الوضع إلى حد إطلاق النار على متظاهرين أمام ما يسمى بوزارة الدفاع خوفا من خروج الوضع عن السيطرة. هذا الفتط حمو ولد حلة ولد محمد الأمين ولي ولد المهدي، والله لا نطرع عليه هضريكم لا نطرع عليه العليات وراه وزقايف الرابون والخلق. شرارة الاحتجاجات الجديدة انطلقت بعد أيام من فضيحة حريق محطة لبيع المحروقات أضرمت فيها النيران وأتلفت عن قصد تسجيلات الكاميرا الخاصة بها خوفا من بداية انفلات أمني، وزاد من لهيبها مصادرة شاحنة صهريجية تنشط في تهريب المحروقات من المخيمات بغية بيعها في موريتانيا. السلام عليكم، ياك لاباس يا الخير الصحراء. شوفوا راهم ذو الفاسدين حاربونا بالقوات العمومية، راهم السريقة هذه هي مقبوضة لهم باغين يحلوها بشي صالح، وهم هم يخوفونا ويرعبونا وراهي الصحراء شي ما يحمد عقباه. هاك سعود مولي علم الناس كاملة هذو الجهلاء ما هم باغين يمرقوها للصحراء من خيط مكبو يكذبوا عليها ويسوقوا عليها، وهم هم يتموا سرايقهم ماشي مقفلين على الدمية. هي عملية نجح شباب المخيمات في تنفيذها بعد تتبع ورصد طويل لشاحنات تستعمل لنفس الغاية، والفضيحة الكبيرة أنها في ملكية قيادي من المحسوبين المقربين من زعيم الميليشيات إبراهيم غالي وشريكه في نهب أموال الصحراويين وأداته في تبييضها. غضب الشباب الصحراوي خطوة جديدة أعلن من خلالها بشكل واضح ودون خوف هذه المرة بمحاسبة قيادة الجبهة بعد الوقوف على أساليب التهريب وسرقة المساعدات الإنسانية بالمخيمات والتي تتم بتواطؤ من النظام الجزائري لدعم قيادة الرابوني التي يتحكم فيها على أرضه. سنعم كما تابعنا في تقرير الزميل نعمة ماء العينين وضع مأساوي، يعني هناك انفلات بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وآخر المستجدات هو الاعتداء على أحد أبناء قبيلة إركيبات في القبائل، حساسية كبيرة وكبيرة جدا نظرا إلى الأسر الممتدة التي تصل في عددأفرادها يعني عددا وعدة لها قيمتها داخل المخيمات. اليوم هل هذا تطور نوعي داخل مخيمات تندوف فيما يخص مواجهة عناصر البوليساريو مع القبائل أو من ينتمون للقبائل التي لها امتدادات على الأراضي المغربية؟ وهم شاءوا أم أبوا، يعني مشروعهم أساسا مشروع مبني على القبلية وعلى القبائل، وإن كانوا يدعون أننا لا القبلية، وهذا الكلام الموجود في أوراق بوليساريو منذ العام 75. بوليساريو جميع قياداته دائما كانوا يصرون على أن يكونوا من الرقيبات، بالتالي حينما يصبح هؤلاء المرتزقة يخدمون أجندة الجزائر وأجندة يعني في الحقيقة هو حقد يوجد لدى عسكر الجزائر على قبيلة رقيبات، لأن قبيلة رقيبات هي عصب الوحدة الترابية المغربية. قبيلة رقيبات بقيت دائما مرتبطة بترابطها مع البيعة. أبناء هناك عنصر البيعة، هناك عنصر أبناء العمومة أو الروابط الاجتماعية، لأن قبيلة رقيبات لا تتواجد فقط في الساقية الحمراء ووادي داب، هي أيضا توجد في الرحامنة، توجد في مكناس، توجد في المغرب، بل أكثر من ذلك الجد الأكبر لقبيلة رقيبات هو عبد السلام بن مشيش، أحد أهم أقطاب تصوف العالم الإسلامي، وهو دفين يعني قرب القصر الكبير. نعم. بالتالي هذا يعني صمود قبيلة الرقيبات هم ينفذون أجندة يعني العسكر الجزائري وحقد العسكر الجزائري على هذه القبيلة الكريمة الشريفة، لأنهم لم يتمكنوا من أن يجروها إلى خيار الانفصال، بالرغم من أن مجموعة عناصر يوجدون في البوليساريو أيضا ينتمون إلى هذه القبيلة، وحاول وجود الإمكان أن يجروا القبيلة نحو هذا العنوان لم يتمكنوا طيلة 47 سنة، وكان هذا لعب بالنار، يعني لعبون بالنار طبعا، لأنهم لديهم تعداد بشري هام داخل حتى المخيمات ولهم وزنهم. هم يحاولون ما أمكن أن يخلطوا الأوراق، أن يلعبوا لعبة حافة هاوية، أن سياسة أرض محروقة، ما دام يعني لم يتمكنوا من الانفصال، لم يتمكنوا من أن يوطنوا أو يقووا مشروعا انفصاليا في الصحراء المغربية ورموا إلى تندوف، فيدفعوا الثمن لهذا يعني الأبناء هذه القبيلة ويحدثوا شرخا قبليا. نعم. هذا رهان، ولكن الصناعوم اعتدوا على شخص واحد، على شاب واحد من الرقيبات. لا، قبيلة الرقيبات بالمناسبة
الشعبانية، وهذا معروف عند أبناء يعني أقاليمنا الجنوبية، شخص واحد هو قبيلة يعني أكيد. الاعتداء على الآن لا يميزون بين هذا وذلك. One for the all or for the one، واحد وأبناء العموم يعود إلى جده يعني في العقد السابع للميلاد. صحيح. وفي نفس الوقت يعني اعتداء يكلفهم هجوم على ما يسمى وزارة الدفاع طبعاً. واعتصامات مستمرة إلى الآن طبعاً. وهذا يعني تخيل معي تطور الأحداث، قبل أيام يتم حرق مركز لما يسمى الدرك بأكمله والعربات التي فيه وقبل أيام قليلة أيضا يتم الهجوم على ما يسمى وزارة الدفاع، هذا تصعيد نوعي من طرف المحتجزين. المحتجزون ضاقوا ذرعا أخي نوفل بهذا الموضوع، ومن يتابع يعني التفاصيل الأخبار ما يرجع أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تكشف كل شيء. نعم. ما يتسرب حتى مسؤولون في بوليزاريو يعني الآن بشير مصطفى السيد، بشير مصطفى السيد، وهناك يعني شخص كان يعني برتبة وزير تسرب له تكلم يقول والله يوهموننا بأنهم دولة نحن مجرد عصابة نسطو على رقاب الناس، لا نملك لا قرارنا لا أي شيء، كلنا في الجزائر شئنا نحلم بوضعية، قال هكذا نحلم بوضعية لاجئ، حتى وضعية لاجئ ليست لديهم وضعية لاجئ في القانون الدولي، يعني يحلمون حتى بوضعية لاجئ. ما يسمونه حكومة، ما يسمونه وزراء لا يتمتع ولو بصفة حتى حكومة منفى. تخيل معي مثلا حينما نتكلم عن حكومة منفى التيبت في التيبت مثلا، حكومة منفى التيبت مثلا ينبغي أن يكون مجموعة من الشروط السياسية والقانونية لكي أنت يعني بأي صفة تسمي الوزراء وتسمي هو في الحقيقة ما قال كان حتى يعني حفظ تقارير أمريكية تتكلم على أنه ما يسمى أجهزة في البوليزاريو من درك ومن وزارات وما إلى ذلك هي يعني صلاحيات أو سلطات جزائرية يفوضها لأشخاص بطريقة غير قانونية، لأنه لا معنى قانوني لأن يكون لدى البوليزاريو هذه المؤسسات. وبالتالي طيلة هذه المدة الماضية كانوا يختبئون وراء الأكاذيب أننا نملك قوة عسكرية، أننا قادرون على أن نحدث مشكلا، أننا قادرون على أن نجلب أو أن نحدث فرقا دبلوماسيا في مسار القضية. ثبت أن كل هذا تبخر بعد القرار 26/0 والقرار 26/54. نعم. وقبل أيام قليلة ما حدث في الجلسة المغلقة وسمعنا ما قالوه يعني في مواقعهم الرسمية من إدانات للتقرير الذي تقدم به ديمستورا، هذا كله يعطي إشارة لأنه لا شيء، البوليزاريو لم يعد شيئا. صحيح. سوى مجموعة من المجرمين، وحتى إجرامهم عما قريب سيفتضح على وقع ما يحدث الآن من المحتجزين. ربما الفضائح التي بدأت يعني تنتشر يوما بعد يوم ويسلط عليها الضوء من طرف مجموعة من المنابر الإعلامية وحتى المنظمات الدولية التي بدأت طبعاً تقدم تقارير، كما قلنا برنامج الغذاء العالمي الذي كان واضحا على أن هناك تجار بيع تحويل المساعدات الغذائية بتعاون وتواطؤ حتى لكي لا نقول تعاون ما بين الجزائر وأيضا جبهة البوليساريو، هذا ما يؤدي إلى أحداث كما شاهدنا قبل قليل في التقرير، إلى حرق محطة للبنزين، إلى حرق شاحنة لتهريب المحروقات صوب موريتانيا طبعاً. ولكن في نفس الوقت يدفعنا للتساؤل، لأن أي حراك شعبي مهما كان لابد له من قيادات ولابد له من داعمين طبعاً. وهنا نقول أن خطابات مثلا شقيق مؤسس البوليساريو مصطفى البشير السيد حول الهزيمة وحول ما بعد المؤتمر العام للجبهة وتسكية غالي وفقا لشراء للذمم وأيضا هدايا تعطى من هنا وهناك ومسح لسجل الناخبين وفقا لتوازنات خاصة بقيادات الجبهة، هل يؤكد أن هناك انشقاق داخلي وأن هناك من مصلحته أن يتم يعني تحريك المحتجزين هناك لمواجهة مباشرة مع قيادة البوليساريو وأيضا مع أجهزتها؟ هو أي وضع مشوه وغير صحيح ضمنيا ومن رحمه تخرج عوامل تصحيح، طبيعي هذا في كل يعني أي وضع اجتماعي إنساني في العالم. هذه حركة تصحيحية اليوم؟ هذه حركات تصحيحية ليست الأولى، يعني مثلا على سبيل المثال الحركة التي كانت قد خرجت في العام 2008 حركة خط الشهيد الذي يقودها المحجوب السالك، هناك أيضا ما قام به مصطفى سلمود سيدي مولود، ما قامت به حركة صحوير أجل السلام، الحديث حتى من داخل يعني البوليزاريو حينما نتكلم عن الصف الثاني الذي فيه الآن يعني مصطفى أو عفوا البشير السيد، مصطفى البشير السيد، مصطفى البشير السيد. هاد الحركات المتتالية السياسية هي تقول أنه يا بوليزاريو أنتم طيلة 47 سنة متجمدون في نفس الأسلوب، نفس الخطاب، نفس الأدوات، هل تريدون فعلا أن ننتهي من هذا النزاع وينتهي هذا الموضوع وأن تنتهي هذه المأساة؟ لا يمكن أن تراهنوا على 300 سنة أو 1000 سنة من الأمام، يعني لا يمكن أن يبقى الوضع على ما هو عليه. المغرب يتقدم دبلوماسيا، يحسن المزيد من المكاسب، يقنع المجتمع الدولي بعدالة قضيته، وأيضا المغرب يعني يفتح الكثير من الفرص من أجل أن ينتهي هذا النزاع فعلا. المغرب يعني لا يتعامل بمنطق إذا كنتم فعلا تمثلون طرفا في الحل، تريدون أن تكونوا طرفا من الحل،
المغرب لم يقدم يعني نموذجا لإقصاء الأطراف الأخرى بما فيها حتى الجزائر، يعني حتى هواجس الجزائر الجيوسياسية من وراء هذا النزاع المفتعل. المغرب منفتح على أن ينتهي فعلا هذا النزاع، لم يغلق أبوابه للعائدين، يعني الوطن غفور رحيم، عاد جزء كبير جدا من لا أمام العائدين ولا أمام عملية سياسية تنهي فعلا هذا النزاع بطريقة عادلة ومشروعة، وننتهي ونطوي هذه الصفحة ونمر إلى مستوى آخر، مستوى التكامل المغاربي، مستوى العلاقات بين الشعوب. هذه الاستحقاقات كلها المغرب يفضح فيها من خلال سلوكه، يفضح فيه من خلال يعني هؤلاء المرتزقة. ما يحدث لديهم داخليا هي ردود فعل طبيعية، يعني هناك يعني يشاهدون يتابعون. أنتم خطابكم الذي الأجندة التي تتكلمون بها لم تقدموا منها شيئا. لو بعيدا عن الخطابات منذ عام 75 تتكلمون على الكفاح المسلح، ما الذي فعلتم بالكفاح المسلح؟ عملية سياسية تتكلمون على الاستفتاء، أين هو الاستفتاء؟ الآن تقولون خرجتم من اتفاق وقف إطلاق النار وتقولون أننا سنغير موازين القوى ونغير موازين اللعبة بأكملها، ما الذي أحدثتموه طيلة عامين؟ هذه الأسئلة التي يطرحها من أصغر طفل في المخيمات إلى القيادات الصف الثاني التي نتكلم عنها تسائل بوليزاريو وتسائل الجزائر وتحرجهم وستحدث المزيد من المشاكل. وما استجابة المنظمات الدولية؟ يعني حتى أربط في سؤالك وهذا مهم جدا، استجابة المنظمات الدولية هي ترصد العوامل الإجرائية. هناك تقرير منظمة الصحة الغذاء العالمي، الصحة العالمية، المينورسو في أكثر من مرة تكلمت عن المشاكل، الأمين العام للأمم المتحدة وأيضا اليونيسيف 2021 واليونيسيف تكلمت عن مشكلة الطفولة والأطفال في الجزائر بأكملها وخصصت فقرات واضحة للمخيمات سندوف، يعني ربما قبل عامين. هذا الوضع المتلاحق وهذا يعني أقول يعني الفضائح المتلاحقة لبوليزاريو تضعه في فوهة مدفع أن إما أن يخرج من هذا الستاتيكو، وإما أنه فعلا سيحدث ما لا يحمد عقباه فيما يتعلق مشكلة أزمة انفجار أزمة إنسانية حقيقية. صحيح. وما وإضافة لما تفضلت به، يعني حتى البرلمان الأوروبي وحتى هيئات الإغاثة الأوروبية كانت قد أدانت النهب الممنهج للمساعدات طبعاً وقالت طبعاً هذه من أموال دافعي الضرائب في أوروبا طبعاً علينا أن نتأكد من أنها تصل لمستحقيها. حتى إسبانيا قبل أن تغير موقفها الحالي الذي هو يعتبر تقدم كبير جدا، حتى قبل هذا كانت إسبانيا دائما تتكلم عن هذا الموضوع. صحيح. كانت وسط إسبانيا وسائل إعلام حتى يقولون أنه لا يعقل أن مساعدات تذهب يعني لا صوروها الأطفال، كانت تقارير تلفزيونية تصور المساعدات كيف تباع. طبعا لا يعقل أن تباع وأن تنهب بهذه الطريقة. ولكن الإشكالية الآن أنها ما تفضلت به صحيح ومعقول حول انتقاد سياسي للجبهة لإخفاقات وانتكاسات متواصلة على المستوى العسكري والمستوى السياسي، وأيضا الارتماء في أحضان الجزائر دون أي هدف ودون أي هدف يتحقق مستقبليا لا على مستوى المنتظم الدولي ولا على مستوى حتى القارة الأفريقية التي بدأت دولها يعني تسحب اعترافها فرادى وجماعات من هذه الجماعة الانفصالية. ولكن هؤلاء يتحدثون في منصات التواصل وهم معتقلون اليوم، ولكن الآن ما نراه حين امرأة تضطر للخروج وشابة وشباب من الجيل الجديد ويخرجون ويتم ضربهم والاعتداء عليهم وتفريق اعتصاماتهم بالقوة واستخدام أسلحة الكلاشينكوف وضرب أعيرة نارية وكأنك تواجه رتل عسكري. هؤلاء خرجوا لأن الفساد أصبح مستشريا داخل المخيمات ويرون أبناء الأثرياء كيف يعيشون اليوم في عالم آخر بعيد عن تلك المخيمات التي تفتقد في مكان المفروض فيه أنه يعني لا يمثل مجتمعا مستقرا، المفروض فيه أنه كل شيء بحال بحال، يعني طبعا المفروض أن يكونوا سواسية. هم يدعون يقولون أنهم مثلا حركة تحرر، يا أخي متى كان في العالم يعني في القانون الدولي الذي نعرفه الآن القانون الدولي المعاصر الحق لتنظيم يسمي نفسه حركة تحرر أن يقمع الناس، أن يقمع وجهة نظر من يكونوا متحدين؟ الدولة يعني الدولة التي هي تحظى بالاعتراف الدولي حينما تقوم بعملية مثلا ردع تمرد أو ردع فوضى أو متمردين أو خارجين على القانون، القانون الدولي يعطي هذا الحق، القانون الدولي لحقوق الإنسان يعطي هذا الحق. صحيح. أنت تسمي نفسك حزب يعني أو تنظيم سياسي، يعني تسمي نفسك دولة، أنت لست عضوا في الأمم المتحدة حتى يسري عليك أبدا. قانون دولي أنت في يعني في المحصلة وضعك في القانون أنت حركة تيار حزب تنظيم جماعة سميه مجد ليس لك الحق في أن تقمع وجهات نظر، ليس لك الحق في أن تستعمل وسائل القوة، ما عندكش أجهزة دولة، وإلا فإنك يعني تكيف على أنك تنظيم مسلح مارك. يقوم بالإرهاب يعني نعم. يمارس أعمال إرهاب أعمال القتل خارج القانون،
ما تقوم به يقوم خارج القانون. إن اعتبرناك أيضا تنظيما حزبيا أو سياسيا أو مسلحا تابعا للجيش الجزائري تابعا للدولة الجزائرية، هذا لا يعطيك الحق في أن تفوض لك هذه الصلاحيات. هذه صلاحيات قضائية أمنية سياسية قانونية ينبغي أن تفوضا قانونيا. هنا أين مسؤولية الجزائر؟ لأن كل ما يحدث على أراضي على أراضيها طبعا أين المسؤولية سياسية أمنية أخلاقية قضائية؟ هؤلاء يعذبون ويسجنون ومحاكمات خارج القانون، ولكن بمباركة جزائرية. يعني هذه أرض جزائرية. الجزائر أصبحت دولة مارقة منذ 90 حينما قامت بقتل الناس وإحراق الناس وإسقاط عملية انتخابية بالرصاص، وقامت بإحراق مئات ألاف الناس. العشرية السوداء. الجزائر هذا أسلوبها مع الجزائريين قبل أن يكون مع المحتجزين مخيمة تندوف. الجزائر توظف كل شيء من أجل العربدة في هذه المنطقة وفي هذا الإقليم. تقوم بالتوظيف الأساليب يعني الاغتيالات القتل للجزائريين نفسهم. وأين المنتظم الدولي؟ المنتظم الدولي يعني هذه الأمور حينما يتعلق الأمر فيه عاملا، هناك عامل قانوني متعلق بتراكم القضايا والمعطيات من أجل تكييف قانوني يناسب ما تقوم به الجزائر لمحاسبتها ومساءلتها، وهذا الأمر يأخذ مساره. لأنه نلاحظ أنه وجهات نظر تفاعلات القانونية على مستوى دول، على مستوى الأمم المتحدة، على مستوى حتى في العلاقة بمعضلات جديدة مرتبطة بمشكلة العلاقة مع روسيا في السياق الأوكراني وغيره، وهناك سياق آخر مرتبط بما هو جيوسياسي. الفاعلون الدوليون والمنتظم الدولي ينظر أيضا إلى أنه المسألة تتعلق بمشكلة شمال إفريقيا وبأمن شمال إفريقيا وباستقرار المنطقة، فبالتالي ينبغي محاسبة هذا النظام بطريقة لا تنتج لنا لا ليبيا أخرى ولا سودان آخر ولا سوريا أخرى. صحيح. وهذا مهم جدا، يعني هذه معادلة حساسة جدا. ولكن حتى المجتمع الدولي نرى في منظماته وهيئاته في كثير من الأحيان النفاق. بمعنى آخر، تأتي هيئات لمحاربة الغش في أوروبا وتقول لك بأن هذه أموال دافعي الضرائب، أنتم تقدمون المساعدات لمحتجزين حالتهم الإنسانية يعني استثنائية وفيها الكثير من المعاناة، ولكن في نفس الوقت يقدمون الاتهام بأن الجزائر جزء وطرف من ذلك الاستغلال البشع للمساعدات الغذائية، ولا يتم متابعة الجزائر حتى من خلال المؤسسات الدستورية التي تعنى مثلا بالاتحاد الأوروبي كهيئات، وأن يكون عضو يعني مثلا من البرلمان كمساءلة مثلا بالأوراق الثبوتية التي تؤكد أن هناك نهب فعلي ممنهج، وبأن هناك تغاضي مثلا على المستوى الحقوقي لشباب كما تفضلت يحرقون في الحفر وهم يبحثون عن المعادن النفيسة. فهنا يعطيك صورة ربما أن هناك نفاق رياء لمصالح ما، أو حتى اللوبيات التي يتم الضغط عليها وشرائها بأموال البترودولار بالنسبة للنظام. هذا كله ما تفضلت به وقائع ثابتة وتشخص فعلا ما يجري، لأنه حينما نتكلم عن مؤسسات من الاتحاد الأوروبي مثلا التي هي أقرب إلى هذه المنطقة وأقرب حتى إلى الأطراف المتعلقة بهذه الملفات التي نتكلم ولديها الحقائق ولديها الوقائع. لكن أيضا هناك النفاق السياسي، هناك الأهواء السياسية، هناك روابط عضوية بين الجزائر وبين فرنسا التي تدير مجموعة من الملفات الحقوقية والسياسية على مستوى فضاءات مثل البرلمان وبعض الأحزاب الإسبانية وحتى في دول أخرى، حتى في بلجيكا مثلا حملات مثلا ممنهجة تواجه المغرب من بلجيكا من فرنسا من غيرها من إسبانيا. هذه الحملات حينما تبحث تجد أنها مرتبطة بأحزاب وبتنظيمات ببرلمانيين لهم علاقة بالجزائر، يعني يذهبون إلى الجزائر يتمولون منها. الجزائر بقرة حلوب، يعني من أراد أن يبحث عن مصالحه الشخصية يكفي أن ينطق كلمة أو مفردة، بل أنه الأكثر من ذلك يشتغلون بمنطق من أراد أن يسبهم 100 مرة فليسب معهم المغرب ولو مرة واحدة سيدفعون بسخاء. يعني يشتغلون على هذا المنهج. قالها برلماني أوروبي من داخل البرلمان الأوروبي، خصوصا وأنهم يراهنون على هذه المسألة، أنه حتى مهما انتقدهم فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبونها لا مع إخواننا المحتجزين في مخيمة تندوف ولا فيما يتعلق بإخواننا الجزائريين أيضا الذين يعانون من وطأتهم من نير هذا النظام المتكلس المتخلف، في جميع الأحوال يراهنون على أنه مهما كانت هناك انتقادات هناك وضع أمني جيوسياسي هش لمنطقة شمال إفريقيا هم هشاشته، وبقاء الوضع على ما هو عليه في شمال إفريقيا فيما يتعلق بوضعية النظام الحاكم في الجزائر يشكل أيضا صمام أمان كي لا تنزلق الأمور إلى ما لا يحمد عقباه. فبالتالي يراهنون على هذا الفجوة، على هذا الشرخ، على هذه الوضعية التي مصلحة جزائرية طبعا، يعني مصلحتهم يعني في هذا التناقض بين هذين الطرفين، الحاجات أو ما يربحه من يدعمهم من أوروبا، وأيضا رهانات حتى ذوي يعني القرار أو العقلاء في أوروبا لأنهم على أنه ليس بمصلحة أحد أن يكون معالجة
ما يقوم به هذا النظام يعني النشاز في هذه المنطقة معالجة شبيهة بما حدث في أماكن أخرى. نعم. أين نسير فيما يخص هذا التدهور على مستوى الميداني داخل المخيمات باعتصامات بإضرابات وأيضا بمواجهات دامية وتستهدف مقرات تابعة للجبهة الانفصالية؟ هل سيكون التصعيد هو عنوان المرحلة المقبلة؟ هو ما يحصل الآن هو التصعيد الأساسي الذي يحصل الآن فيما يتعلق بهذه المخيمات وهذه الفضائح التي تجري يعني جيد بالنسبة لنا لكي يعرف العالم مع من نتعامل. كل ما حصلت داخل بوليزاريو وداخل مخيماته هذه الأشياء وهذه الجرائم كل ما زاد منسوب الدعم الدولي للحكم الذاتي باعتباره حلا واقعيا لهذا نزل المفعل، وبالتالي كل ما تسرعت عجلات طمر إنهاء هذا المشكل بالشكل الذي يجعل بوليزاريو يستحيل إلى تنظيم. لو حتى حينما ينتهي هذا النزاع من الأمم المتحدة بوليزاريو سيبقى شأنه شأن بوكو حرام وداعش وغيره، سيتحول إلى شيء آخر، لأنه هذا معروف يعني حركات المسلحة من هذا النوع بالنسبة لها العمل لا ينتهي، يعني ستدخل على مشاريع أخرى، على يعني يقول كما نقول بريكولات آخرين يعني أخرى. كما حدث مع داعش، كما حدث مع داعش نفسها مثلا داعش على سبيل المثال، داعش حينما بدأت في البداية كانت حركة مسلحة ضد الغزو الأمريكي، صحيح. ثم تحولت إلى مشروع آخر ضد الجميع، ضد الجميع. بوليزاريو سينتهي أيضا إلى هذا، ولقد بدأوا ذلك بتجنيد لأنه المرتزق لا يتحول إلى تاجر قماش، المرتزق المجرم يبقى مجرما. وأيضا بدأوا بتزويد للأسف بعض الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل بقيادات ويراهنون على هذا لبقائهم. نعم، هم يعرفون أن هذا النزاع سينتهي قانونيا وسياسيا، يراهنون على ما سيكونونه في المستقبل. أشكرك دكتور عبد الفتاح نعوم المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. مرحبا. فيما يخص الوضع الميداني هناك في مخيمات المحتجزين بتندوف والذي يتفاقم يوما بعد يوم في مواجهات ما بين ما يسمى بالأجهزة الأمنية هناك وأيضا أبناء هذه المخيمات. شكرا جزيلا لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على حسن متابعة. وصلنا لختام حلقة اليوم من ضيف التحرير، لكم أجمل تحية، إلى اللقاء.